اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم محمد بن جلون، رئيس الجمعيه المهنيه لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالمغرب، وذلك لتسليط الضوء حول توزيع واستهلاك الغاز بالمغرب. اهلا وسهلا سي بن جلون، مرحبا بك. اهلا اهلا استاذ، وبالمناسبه تنشكر الموقع الالكتروني انفاس اللي اعطانا هذه الفرصه باش عاوتاني نكونوا في اتصال مباشر مع المواطنين هما الاولين لان كيهمهم هذه الامور، ونوصلوا امور يعني الصوت ديالنا للحكومه الجديده ان شاء الله اللي كنتمناو باش نديروا يد في يد ونزيدوا للقدام باش ننظموا هذا القطاع، لان كيف ما كان الحال راه تعيش عشوائيه. نعم سي بجلون، بدايه تعريف بالجمعيه. الجمعيه اللي عطيتي الاسم ديالها الجمعيه المهنيه لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجمله في المغرب، اللي تاسست في 1971، واللي بالمناسبه كنترحموا على المؤسس الاول اللي هو سي شعيب المناني رحمه الله، والانسان اللي فكر هو واحد عدد ديال الناس اللي كانوا في ذاك الوقت اللي فيهم الاباء ديالنا والاصدقاء الكبار ديالنا اللي خدوا هذا وداروا هذه البادره ديال الجمعيه اللي كانت في 1971. نعم هذه الامور ديالها، وكيف ما هذاك الجمعيه مؤسسه بالظاهر ديال 1958. انا الجمعيه من بعد ما كانت بدات بديك الطريقه ماشي متبدبه على حسب الامكانيات ديالهم والمعرفه ديالهم وداروا ديك الجمعيه، ارتئينا احنا كنا ديك الساعه مازال شباب، انا وواحد السيد ومعنا ناس اخرين، انا اللي كنت كاتب عام في ذاك الوقت، والسي جميل اللي كان نقدم ليه التحيه لانه الان في الديار الامريكيه، وكان يعني من المناضلين الكبار. في 1984 دخينا كيف تقولوا دم جديد للجمعيه، وبدينا خدامين بطرق اللي يمكن مناسبه على ما اظن. والجمعيه باش نكمل لك، كاين تقريبا ما يعادل الان في التوزيع 680 موزع. ديك الوقت ديال هذا كانت كتكون واحد 150 160 170. اليوم حاليا 683 موزع، ماشي كلها منخرطه في الجمعيه. كاين اللي كتعرف المغرب. نعم. كاين اللي من نعم. منخرط معك حتى كيكون عنده شي مشكل ويجي عندنا وهذا. نعم. ولكن الحمد لله انا نعم. كنقول هذا الشيء يعني في هذا. نعم. سيرون تان الجمعيه بالمكتب ديالها والامور عمره ما تيبخل على شي واحد وتيجي وتيجتهد وتحل المشاكل. نعم. وسي بن جلون كما تبعتوا مؤخرا يعني بعد شهر من رفض الجزائر لتمديد نقل الغاز عبر المغرب الى اوروبا، واش هاد الغاء لهذا العقد واش عنده تاثير على السوق الوطنيه واستهلاك الغاز بالمغرب وعلى المستهلك المغربي في الاخير؟ لا، هو الامور القضيه اللي كنسمعوا واللي تنعرفوا ونتمنوا نكونوا ما غلطينش، وهاد الهضره يلاه قالت يمكن على اللسان ديال السيده الوزيره ديال وزاره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه يمكن في البرلمان تتقول بانه ما كاين حتى تاثير، ولكن على حسب المعرفه ديالنا الامور، وهو ذاك الغاز اللي تيجي في هذاك الانبوب الغاز ناتشورال الغاز طبيعي اللي ما كيخدمش في القرعه. يعني احنا كنخدموا ما كيستعملوش المستهلك المغربي، ما كيستعملوش هذاك، هما اللي كانوا واللي كاين حتى في البرنامج ديال المستقبل تيتستعمل في المشاكل ديال الضوء وفي يعني دوك الوحدات الصناعيه اللي غادي يكونوا ان شاء الله كبار بحال اللي كيديروا السيمون بحال دوك اللي تيديروا السيراميك البنوات والامور تما فين كيكون هذاك الغاز عنده لوتيليتي ديالو محتاجينه بزاف. نعم نعم. وعلى مستوى توزيع الغاز بالمغرب شنو هي المشاكل اللي كتعاني من قطاع توزيع الغاز بالمغرب؟ نكمل لك واحد الحاجه قبيله ما نسيتها، وهو بان الجمعيه فيها 680 موزع، عندها جمعيه جهويه. نعم. وحتى لو كاين ما كاينش جمعيه جهويه كيكون تفويض. تمام. تفويض لشي واحد اللي تيسير بعض المناطق، والحرفه ديال الغاز ككل كينظمها الظهير ديال 1973. انا كنظن بان الظاهر اصبح متجاوز، خاص التحيين ديالو لان 1973 شحال كانت السكينه ديال المغرب، شحال كان استهلاك ديال الغاز في المغرب،
يعني هادشي راه يمكن من 1973 دابا تضرب في واحد الخمسة ولا ستة، وحنا باقين مطبقين عندنا دوك يعني البنود ديال الظاهر ديال 1973. انا من هنايا وهذا كنتمنى توصل الناس، وهادشي دايرين وحنا في المراسلات لا للحكومة السابقة ولا للحكومة هذه ولا حتى الحكومة كاع اللي قبل، بان تنطالبوا مراجعة ديال الظاهر ديال 1973. وشنو هما المشاكل اللي عندنا؟ عندنا مشاكل كبيرة وما وغير ما كتزاد. لأن أول حاجة الظاهر ديال 1973 اللي كان كيدير بالنسبة يعني الهم الكبير هو المستودعات، المستودعات ديال الغاز. كانوا قبل أنا كنعقل كانوا يعني في الأحياء الشعبية، الديور اللي مع الاسفليين وما عندهمش سقف في الكراجات، كان ديك الساعه كان كيشكل خطر، ولكن الحمد لله دابا حاليا دابا كاين يعني مستودعات توفر فيها هاد المعايير ديال السلامه. المستودعات اللي كاينه بدات تقريبا من التسعينات لهاد الجهه، من التسعينات لهاد الجهه، ولكن ماشي تبنات بطرق عشوائيه، يعني تبنات بمواصفات اللي تتبغيها الحرفه، يعني القضية ديال السلامة وهو شنو هو المهم، وهو يكون المستودع شوية كبير ويكون عريان من الفوق. نعم هذا سبت السوء تاوية كيكون مباشرة في الهواء. وكاين الأمور ديال السلامة الآن متوفرة في جميع المستودعات. الجمعية ككل تتصل بعدد ديال الناس تقول لهم زيدوا دوك الآلات ديال الإطفاء، ديروا الماء، ديروا البير، ديروا الشاطو. الناس اللي في المدن يعني اللي صغيره، يعني اللي الوعاء العقاري شويه رخيص، راه كيقدر يشري الديبو ديالو ويصلحو وتيكلفوش بزاف. ولكن المدن الكبيره اللي هي الدار البيضاء ومراكش وفاس والرباط الان واحلين. يعني انا نعطيك الترتيب ديال المدن اللي كتستهلك ولا كتوزع بنسبه كبيره للغاز، شنو في نظرك؟ وهي بطبيعه الحال غتكون كاينه المنطقه ديال الدار البيضاء، لان نظرا للعدد ديال الساكنه اللي فيها، وكانت اللي كانت تقريبا حتى هي كتفرق يعني واحد النسبه كبيره في هذا، وهي المنطقه ديال سوس مسا، لان تما كان الفلاحه وكان السقي. كاين السقي تما. الان للاسف وقع مشكل في الماء، راه بداو كيتحولوا يعني دخلوا شويه، مشاو للغرب، مشاو للعدد ديال الاماكن. بالنسبه للمستودعات هنا كتوضيح، لان في القانون ديال الظاهر ديال 1973 دايرين واحد تقريبا ثلاثه او اربعه ديال لي كاتيجوري. كاين برومي كاتيجوري، دوزيام كاتيجوري، وتروازيام كاتيجوري. تروازيام كاتيجوري اللي يعني اصبح متجاوز، اللي كيقول لك بان خص تكون فيه 3500 كيلو ديال الغاز. 3500 كيلو ديال الغاز اليوم راه ماشي تا يعني الحموله ديال شاحنه واحده. نعم. بالنسبه للثاني اللي كيمشي تقريبا 10 طن قل كيلو، هي 9999. بالنسبه للدرجه الاولى فيها جوج درجات، هذوك جوج درجات كاين حتى ل 30000 وكاين فوق من 30000، ولكن للاسف الشروط ديالهم يعني صعيبه وما يمكنش الموزيع يمشي فيها. علاش؟ لان كاين مشكل ديال الوعاء العقاري، خص الناس يخموا في المشكل ديال الوعاء العقاري ويساعدوا الناس بالاملاك الاراضي ديال الاملاك المخزنيه، ويعينوا البلاصه اللي يكونوا فيها الناس ويساعدوهم حتى بالمساعده ديال الشركات، بالمساعده ديال الدوله، بالقروض بالابناك يعني بفوائد بسيطه. نعم. ويمشيو. وهذا ماشي برنامج اللي خصو يكون من دابا غدا ولا بعد غدا، خصهم يديروا لي واحد التخطيط يمكن ثلاثي رباعي خمس سنين 10 سنين، ولكن نوصلوا في واحد الوقت نخرجوا من العشوائيه للنظام. نعم. وفد الحكومه وفد السياق ديال الحكومه الجديده، شنو اهم انتظارات ديال الجمعيه ديالكم من الحكومه الحاليه؟ اولا قبل ما هذا مزيان ملي جبتي هذا سؤال وجيه، احنا بقينا كنتراسلوا مع الحكومه السابقه حتى شهر 4 2021، يعني واحد الوقت وصلوا بقات غير ديك القضيه ديال الوزير عنده ديال تصريف الاعمال. حصرنا دازوا الانتخابات، باركنا الحكومه الجديده وتنتمنوا منها كل خير، كنتمنوا منها كل خير زعما، وتنظر لهذا القطاع
باش يزيد القدام. انا اللي كاين على ما اظن في شهر 10 راني راسلت جميع الوزارات المعنيه، وهنا ولنا كيقولنا بان احنا كنديروا الغاز راه عندنا غير الوزاره ديال الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه، راه كاين عندنا يعني مجموعه من مجموعه ديال داخلين حيت كنجي وزاره الداخليه والمول يعني والهاجز الكبير هو وزاره التجهيز. وزاره التجهيز حقيقه هما كيطبقوا القانون، ولكن راه صعيب. انا الان شنو العراقيل اللي لبسوها لدى وزاره التجهيز؟ هما دوك القوانين اللي كاينه، خلي من هنا المتروات وهذا. نعطيك على سبيل المثال مستودع كيقول لك مثلا بغيتي تكون هذا تخلي 20 متر من هنا 20 متر من هنا 20 متر، راه مكلف. الان الدار البيضاء في يعني في الخرجات ديال كل هذا اللي كيقولوا له البيريفيريك راه 300 400 درهم للمتر كاري. واش انسان مثلا ديبو اللي غادي خصو 5000 6000 متر ويستغل منه 1000 متر وتبقى 4000 خاويه وعادي يخليه من برا، وهذا شي شويه صعيب. حنا كنطلبوا دائما التبسيط ديال الامور ديال الشروط ديال المستودعات، وان شاء الله ونجتهدوا ونديروا يد في يد ونحلوا هذا المشكل. نعم. وبالنسبه للتامينات الشاحنه ديال موزعي الغاز، واش كتوفر على يعني تامينات ضد المواد القابله للاشتعال؟ يعني السؤال اللي سولتيني فعلا سؤال فيه الهضره بزاف. هو انا اللي كنعرف الانسان باش يحمي راسه خصو يدير تامين على المواد القابله للاشتعال، لان كنهزوا ماده قابله للاشتعال الحمد لله. النسبه ديال الحوادث قليله بزاف، لان علاش؟ كاين الحكمه الربانيه هي الاولى، وكاين الامور اللي كنديروا حنايا من المساعدين ديالنا ولا السائقين اللي كيحضيو ما امكن باش ما يكونش عندنا المشكل. ودابا الان الامور غاديه في تقدم، بان قبل كانوا الشاحنات كيخدم بداك الكاروسري القديم بالعود ولا بهذا، اليوم ما بقاش هذا الشيء. اليوم خدام داك الشيء الان بصنادق بلي كازيي فيهم العدد داكشي مضبوط، البلانير بمواصفات ديال الكاميو ديال الغاز راه كيخصو يكون محلول من التحت ومحلول من الفوق باش الغاز، لان في الغاز وقتاش كيدير المشكل؟ ملي كيتجمع. ملي تيكون الكوميول ديال الغاز وداك كيتجمع هي فين كيدير المشكل. بالنسبه للامور ديال التامين مشكل كبير. علاش؟ وللاسف انا راه راسلنا شحال من خطره، وكنا وصلنا حتى لواحد الوقت حتى لمزليش المنافسه مؤخرا، ولكن الظروف ديال كوفيد وداكشي ما كانوش اجتماعات هذا باش نشوفوا معهم هذا، لانهم للاسف المنافسه تاو كنت متابع. لا كاينه واحد الملف ديالكم لدى مجلس المنافسه عند احمد رحوم. المشكل اللي كاين ديال هذا التامين على المواد القابله للاشتعال كاين الزياده ديال 100% بزاف كتهلك الكاهل ديال الموزع، لان اللي عنده مثلا حيت الموزع كاين ثلاثه الاصناف كاين. انا كنقولها كاين الموزع وشبه الموزع والفراش، حيت هذاك الموزع قادر على راسو، كاين اللي عنده 50 كاميو، كاين اللي عنده 60 كاميو، كاين اللي عنده 10 الكاميوات، كاين اللي عنده 20. لذاك الموزع المتوسط كتكون عنده ما بين 5 و10، كاين داك المتوسط البسيط كيكون عنده كاميو جوج هذاك، ولكن ملي كتلقاها 100% كتلقاها شويه كتقل الكاهل ديالو. علاش؟ لان المشكل ديال هامش الربح. الهامش ديال الربح ضعيف. كان عندكم منذ الحكومات السابقه دائما مراجعه هامش الربح. دائما المشكل اللي كيكون عندنا مع اي حكومه دازت، هادشي تقريبا قلت لك راه حنا كنتحاربوا فيه من 1971 وقلنا لك ملي كان جديد في 1984. دائما هذا كيكون دائما عندنا المشكل ديال علاش ما كيخليناش ندوزوا لحوايج اخرين. كنسبقوا الهامش ديال الربح بحال ذاك الانسان غير واش غنبقى ولا غنموتوا، لان بعض الوقات كتعود بحال ذاك المريض اللي كيدخل للمصحه وخصو الاكسجين، نديروا ندخلوه الانعاش ونديروا له الاكسجين وهذا عاد نشوفوا الامور ديالو. حنا دائما هذاك الهامش ديال الربح هو المشكل. بحال دابا مثلا نعطيك غير مؤخرا 2016 كانت زياده
دي فهمش الربح اللي كان الى 50 درهم في الطن يعني لا شيء. احنا الان 2021 2022 هالابواب ما كاينش تغيير، عدد ديال الحوايج طلعوا. نعم انا اعطيك وتاثير ديال الاثار ديال المحروقات اثار واحد تاثير على قطاع التوزيع. اثار ديال المحروقات كبير، لان الحكومه السابقه كانوا وعدونا بجوج د الحوايج وكنا نطلب من الامور اللي كنا كنطلبوا اما دعم، يعطيونا دعم اما الغازوال المهني. شوفوا الطريقه كيف دايرين على ما اظن مع الناس ديال الصيد ولا هذا يعطيونا باش نخدموا، لان انا راه كنت راسلتهم هذا الشيء لبقى غادي يعني يا اما الدعم يا اما الغازوال الغازوال المهني هما طلبين الحكومه هاد هاد الحاليه. نعم الحكومه الحاليه باش يلا بجاو يلا بداو يمكن على ما اظن الى عقلت مزيان ما خانتنيش الذاكره شهر 8 نعم. فاش كانوا الانتخابات من بعد راه تقريبا واحد 10 ايام 15 يوم عاد كان هذا عندهم مشاكل اللي كبر من هذا الشيء راهم كيجريو فيها. حنا رسلناهم وريناهم الامور ديالهم وتنتسناو الى يومنا هذا من تقريبا من الاخر ديال شهر 10 الى يومنا هذا ما كاينش مازال ما توصلناش بجواب، تنتسناو وغادي نعاودوا نراسلوا باش نوصلوا للمبتغى ديالنا. مادام ان كاين هذه الامور ديال الحمايه الاجتماعيه كنشكروا سيدنا اللي خمم يعني في الشعب ومشى بها بهذا. يعني كطالبوا بمراجعه او خفض نسبه الاقتطاع. انا عندي واحد انا عندي واحد الاقتراح يعني للناس المسؤولين في الحكومه، ومادام ان الان الضمان الاجتماعي اصبح تابع يمكن تقريبا الوزاره الماليه بانه لان كاين واحد النسبه تنخلصوها على كل مستخدم تقريبا في 27% فاصلة شي حاجة، كيعطي فيها الخدام شي حاجة بسيطة، وكاينين دوك بعد القطاعات ماشي نقول لك ما مهيكلاش، كتلقى كاع داك الخدام كخدام هذا تزيد تحيد ليه أنت 6 ولا 7% تتهلك كيخلصها المشغل كياخذها على العاتق ديالو، وهذا كيجعل بانك ما كتبقاش تخمم تستثمر ولا تخدم معك شي واحد. نعم. لانك تخدمه تتعطيه تقريبا لو سميك الان اللي تقريبا ما بين 2800 و 2900 درهم، ملي كتجي كدير له لاسانيساس ديالو والحوادث ديال الشغل كتلقى كيكلفك تقريبا واحد 1000 درهم 900 درهم شهريا. نعم. ما سهلاش الا عندك 10 د الخدامه ولا دار 9000 درهم. نعم. دو خص الناس يخموا في هذه القضيه. اللهم انا اقتراح ديالي نقصوا شويه. نعم. ونزيدوا في العدد ديال المنخرطين. نعم نعم هذو الامور. نعم. اللي كنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام ونضرب لكم موعدا جديد.